الفكار يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بيان قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني هذه السماء تزينت بكواكب جمالها رفعت بلا أركان والريح تجري والسحاب بأمره يحيي بها ما مات من بلدان هذا ومن آياته تلك التي بلا رجل ولا بهتان والكل جند للإله أمات جندا يقض مضاجع الطغيان وإذا السماء تشققت من هول ما وعد الإله بآخر الأزمان والأرض غير الأرض هذا يومها وجبالها نسفت